مش أي حد يطلع يقول في أي برنامج كفتوى كأي رأي ديني، لازم يكون متأكد هو بيقول إيه، لأن في كتير بيتضلل ورا الناس دي. لو أهدافه متوقفة على أهداف شخصية وتمويلية زي ما بنشوف، ده بيأثر على المجتمع بطريقة سلبية. الدين أو الدعوات اللي ليها علاقة بالدين، الشيوخ، الدعاة اللي موجودين في التلفزيون، معظمهم بيبقى دورهم للأسف ليه علاقة بالسياسة، مش شايف حاجة ليها علاقة إيجابية، مش شايف ليها علاقة حاجة ليها علاقة بالدين أوي يعني. لا دور سلبي طبعا. المفروض تجديد الخطاب الديني، المفروض حتى إمام مساجد والحاجات دي كلها المفروض برضو بالكلام كلام واضح، عشان في ناس برضو بتستغل المواضيع دي بالخطر. ازاي الناس دي تطلع تخش كل بيت؟ مش هي المسألة يعني، لازم يبقى في حد لهذا الموضوع. لما يكون بيتكلم في حاجة بتهدف لبناء المجتمع يبقى دوره إيجابي، لكن في بعض الدعاة مش دايما يبقى دورهم إيجابي، اللي هو بتبقى تلاقي مثلا شخص من الدعاة مش خريج أزهر بيقدر يدي فتوى، الناس بتمشي ورا كلامه.